انا نقلبها مع الخضار بكون احسن، بس مش مشكله. وبنتركها تغلي مده 5 دقائق، وبعدين بنوطي عليها على درجه حراره الواطيه ونتركها، ورجيكم النتيجه النهائيه بالخطوات الاخيره. طبعا بعد ما غليت عشان نعطي الشرب المذاق الطيب بنحط لها معلقه سمنه. هذه بتعطيها مذاق طيب، بنخليها تغلي غلوه هيك معاها. ونقدمها. وكانت هذه النتيجة النهائية. أتمنى تنال إعجابكم، ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لهذه الشربة اللذيذة جدا. وإن شاء الله أعمل لكم سلسلة من الشربات مع بداء فصل الشتاء إن شاء الله يا رب. ايش رايكم بالمنظر؟ جميل جدا. طبعا الصوص بتحطوا الصوص اللي انت بتحبوه من البندورة. بتحب تكون تحرق بتحطوا معاها كمان شطه، انا بحب او فلفل بحرق، انا بحبش ال هذه تقريبا زي هريسه بس بارد ما بتحرق. هذه حطيت عليها معلقتين زي بتشبه الهريسه بس هي بتحرقش. حتغطيها واتركها 5 دقائق حتى ما تدبل وتستوي كل الاغراض، وأورجيكم الطريقه النهائيه. طبعا هلاقي بعد مرور تقريبا استوت. انا حترك لكم اياها طريقه التقديم اللي تحبوها. في هاي الطريقه انت اما بتجيبوا صحن رز ابيض وبتحطوها هذه الخلطه وبتحطوها بتاكلوها معاها، او تعملوها على شكل سندويشات بتجيبوا الخبز وبتحطوا عليها نسبه جبنه وبتحطوها. انت بترك لكم طريقه التقديم. طبعا عندكم انواع الصوصات، التومية، عندكم الشطة اللي بتحرق، وعندكم هذا الخبز الراب. هذا اللي بتفردوه، بيجوا بهذا الخبز بتفردوها وبتحطوا هذا النوع. هذا مش محتاج، بس جبنة على الوسط وخلص، وبتلفوها بتاكلوها بطريقة انت بتحبوها، او بتحطوا عليها صوصات اللي انت بتحبوها، او بتجيبوا صحن رز ابيض وبتحطوا هذا على وجهها وبتاكلوها الطريقة اللي بتحبوها. وهذه تعتبر اسهل طريقة للعشاء وسهلة جدا ومغذية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحيحة لكب الأتاي. كيفية تقديم الأتاي بالطريقة المغربية الأصيلة. ويقدم الأتاي كمان مع الحلويات. وبالصحة والراحة يا رب إن شاء الله. ينال إعجابكم هذا الفيديو، ولا تنسوا لايك واشتراك وكومنت. وشكرا لكم جزيلا على مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تجمع الأحبة. اليوم سنقدم لكم الأماكن السياحية عبر العالم. نتمنى لكم مشاهدة سعيدة.
لهذه الفيديوهات إن شاء الله. معكم أمان الترتير من قناة أمان الترتير. مشاهدة سعيدة إن شاء الله يا رب. السلام وبركاته، معكم أمان الترتير من قناة أمان الترتير من نيويورك من أمريكا. اليوم سنقدم لكم مع تجمع الأحبة الأماكن السياحية الجميلة في نيويورك. أولا سنذهب إلى ستاتيو أوف ليبرتي أو ما يعرف بتمثال الحرية. تمثال الحرية ثمنه 1875 ميلادية، الذي كان أهدى من دولة فرنسا، أهدته لنيويورك وكان جميلا جدا. وهذه الجوهرة في جزيرة يذهب إليه السائحون دائما. المكان الثاني وهو تايم سكوير، وأيضا هو في نيويورك ويقع في وسط منهاتن، فيعتبر مكان جميل جدا. كل الأماكن المحلات هناك والحفلات بالليل والإضاءات يجذب المشاهد السائحين هناك. المكان الثالث وهو سنتر بارك، ويقع أيضا في نيويورك، وهو حديقة كبيرة جدا وبنت 1857 ميلادي. وهذه الحديقة كبيرة جدا وفيها مناظر جميلة، وأيضا يقع فيها حديقة حيوان صغيرة وهي تعرف بالزو، وأيضا السائحون يذهبون إليها ويركبون العربات ويتصورون بجانب البحيرة هناك. وكانت هذه أهم الأماكن السياحية في نيويورك. شكرا لكم جزيلا. أما الآن هي السلطة تاعتنا لليوم. أتمنى قد نال إعجابكم، ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت. وهذه السلطة حفلات أي إيش من عزايم مفيدة جدا وتبهري المعازيم. ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسريعة عمل جنبها هون خضار، هي بروكلي وجزر وبطاطا. هاي بس بتجيبوها وبتسلقوها عادي، سلع عادي، ما في اي اشي مشكلة يعني. وعملت لنا هاي المعكرونة، هذه بتجيبوا بتسلقوا المعكرونة وبتحطوا معاها صلصة البندورة مع شوية ملح وفلفل وشوية تحميرة وزي البهارات اللي حطيتها في هنا، يعني ملح وفلفل وتحميرة وخرقوم وشوية ايربس وصلصة حمراء، وتتركوها تطبخوها. طريقة سهلة، اي المبتدئين بطيب يطبخوها. وطبعا جابها زيتون ومخللات، وجابها كمان خضار الفلفل الوان ناكلها برضه. وكانت هذه يا اما بتاكلوها مع المعكرونه او بتاكلوها مثلا مع خبز عادي او مع ارز. وهذه كانت العشاء تبعي لليوم، عشاء كامل فيه كل خضره،
فيها لحوم، فيها كل الأنواع المكونات الغذائية المفروض ناكلها كل يوم. أتمنى يكون العشاء اليوم البسيط الذي قدمته لكم أن ينال إعجابكم. ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت، وتعملوا شير للفيديو ووضع التعليقات المشجعة إلي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العشاء للعشاء إن شاء الله، أو حبدأ إن شاء الله بالكفتة هذه بحسب حجم العائلة بتحدده، وحاضع فيها بعض البهارات. عنا الفابريكا الأحمر والملح وكمون وفلفل أسود. هنخبطها بإيدنا. حديت ما تدخل كل العناصر البهارات في الموضوع فيها وتحسيها انها صارت مثل العجينه.